الله أكبر. خفت من الطيران المروحي، والآن عود الطيران الحربي لمدينة كفر زيتا. الله أكبر. أثناء تواجد المصلين وخروجهم من صلاة الجمعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. آثار الدمار التي خلفته الغارة الجوية الثانية على مدينة كفر زيتا. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. شيء جوا؟ الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل.